الآن وحصريا استديوهات أهم صفات جديدة في علم الصوتيات جديدة لي جيتك تسوى الذهب والدنانير قصايد شعرية حياك يا شيخ لكل العيال تخرج هلت لحون الشعر وأحلى التعابير وهل الفرح ما عاد فيها سؤال وهل الفرح ما عاد فيها سؤال جوال يا مرحبا واهلا هلا بحر التفاشي يا مرحبا واهلا هلا بحر التفاشي ترحيبك من قلبي غالي غالي اقبلت يا وجه السعد وجيتك ضيف اقبلت يا تميم وجوي سفاري جيتك نسوى الذهب والتغاني وحياتي يا شيخ لكل العيالي وهلت لحون الشعر واحلى التعابير وهل الفرح ما عاد فيها سوالي امك املها فيك الشغموم وتصير ست وسندها من صدور خيالي وهذي جتك كحوت في رهن زاهر بالورد هلت يا شبيه الهلالي ويرحبك فيك دون نقصين وتقصير تستاهل الترحيب باجمل مقالي يا خدي من جسدك وزوم الحسابي رشط لي احجاج وجه الكمالي في مجلسه تلقني شامة وابير كريم السبنة ما يهاب النزالي خذ الصفات الطيبة على نصابي شبيحة تسلم كرم لا تدالي خوانك الحرب قرور من مناعير اخضع لهم نشك روس الرجالي اهل النشامة ما خذوها في تزوير لفعالهم نلوح ميد الجزالي يا لشعل اليصير وفتح الشاهير ونقدر لمثل الضيف بين الزبالي في مدحهم واجب عليهم تقادي أبن تحرفي عن مجلس معالي يا مرحبا واهلا هلا بحر التفاشي ترحيبك من قلبي غالي غالي اقبلت يا وجه السعد وجيتك ضيف اقبلت يا تميم وجوي سفاري وجيتك نسوى الذهب والتماني وحياتي يا شيخ لكل العيالي وهلت لحون الشعر واحلى التعابير وهل الفرح ما عاد فيها سوالي امك املها فيك شغموم وتصير ست وسندها من صدور خيالي وهذي جتك كحوت في رهن زاهر في الورد هلت يا شبيه الهلالي ويرحبك بك دون نقصين وتقصير تستاهل الترحيب باجمل مقالي يا خدي من جسدك وزوم الحسابي رشط لي بحلاك وجه الكمالي في مجلسه سكت النشامى طوابير كريم السبنة ما يهاب النزالي خذ الصفات الطيبة على نصاطي شبيحة قصة الكرم لا تدالي خوانك الحرب قرور من مناعير اخضع لهم لا شك روس الرجالي اهل النشامى ما خذوها بتزوير بفعالهم نلو حميد الجزالي يا لشعل اليصير وفتح الشاهير ونقدر لمثل الضيف بين الجبال في مدحهم واجب عليهم في قادير ابا بحر في عن مجلس المعالي 6-8-7 ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتي.